ومنه دائما وابدا نطلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. نبدا معكم ومع انطلاقه شوطنا التاسع لنتابع معكم هذه الشعارات الحاضره المتواجده والمتنافسه على ارضيه ميدان التحدي. الله يا هذا الشوط لما يضم من اسماء كبيره متواجده وباحثه عن كلمه الناموس الغاليه في هذا المهرجان الغالي في هذا المهرجان، لتواجد ايضا القوه في هذه الاشواط. ومع سن اللقايه والملتقى الاخوي لشعارات ابناء القبائل، ابدا مع اول المراكز لاتابع المقدم الظبي محمد بن حمد بن راشد بن محمد ال عذبه المري. المركز الثاني التقدم مشاهدينا الكرام، الوصول من الساعية بخيت بن سالم بن محمد آل فاتوح المري يقدم لنا الساعية بانطلاق الثاني التحديات. المركز الثالث الواصلة على ثالث المراكز المتقدمة جود لمحمد بن شامس بن عتيق العامري. والمركز الرابع أتابع غند سعيد بن سلطان بن خميس العويسي. وخامس المراكز شعار بن جهيم مع انطلاقة وتقدم وزن عبد الله بن علي بن راشد بن جهيم المري. هذا هو النداء الأول للأسماء الخمسة الأولى الحاضرة والباحثة عن الناموس وعن سيارة هذا الشوط. تيوتا لاند كروزر جي اكس ار هي الجائزة المقدمة من اللجنة المنظمة لمن سيحظى بأول المراكز. ولا ننسى مادة الزعفران، هذه المادة اللي تكرم بها الثلاثة المراكز الأولى. أعود إلى أول المراكز لأتابع المقدمة لأشاهد أول المراكز. الله يا الظبي، الظبي على المركز الأول كالظبا الجافلة تقود الأسماء تسيطر على زمام الأمور. هذه اللي منطلقة على المركز الأول تحمل لنا شعار الزعبي، ولكن بمالكية محمد بن حمد بن راشد آل عذبة من يمتلك هذه البطلة المتواجدة. والزعبي يقود هذه عملية التضمير. المركز الثاني أتابع على ثاني التحديات تقدم وصولي وجود، وجود تعلن الوجود على أرضية هذا الميدان لتتواجد بالانطلاق لمحمد بن شامس بن عتيق العامري. المركز الثاني هذا شعار الشلفة اللي شاهدناه في هذا المساء، كان لحضور مميز حينما انتزع ايضا الشلفة هذا المقامر الشاب اللي تابعها بعملية التضمير. المركز الثالث الواصلة على ثالث المراكز وتابع تقدم القصوى علي بن سلطان بن علي آل علي المعظيد. المركز الرابع وتابع شعار بن فاتوح قادم على رابع المراكز. الساعية اللي ساعية للناموس بانطلاقتها بخيت بن سالم بن محمد بن بخيت الفاتوح المري. وشعار اللورد يصل على المركز الخامس ليتقدم بانطلاقة الهملة محمد بن عبد الله بن سعيد آل عيدة. على المركز الخامس تسلل شعاره إلى المركز الرابع يا العيدة بن السينية، يتابعونك ويطالبونك بسلام وناموس في هذا المساء. الله إن نتابع أيضا المقدمة نشاهد الظبي، الظبي وعلامة الجودة على رأسها كرمت في المهرجانات الماضية وتحضر في هذا المهرجان لتكرم أيضا بمادة الزعفران. وفي رصيدها سيارتين تبحث عن الثالثة، تبحث عن الثالثة. يلا يا الزعبي يلا، الكيلو الأخير كيلو العمليات كيلو الصراع كيلو النساء. جود قادمة، ولكن الخدوم من الحملة، الحملة بدأت تحتمل إلى الصدارة لتنطلق إلى الناموس بشعار العيدة محمد بن عبد الله بن سعيد. العيدة على المركز الثاني يتابعها بالراية اللي رفع راية المنافسة بهذه الانطلاقة. لكن الظبي، الله الظبي على المركز الأول، الحملة على المركز الثاني، المركز الثالث. القدوم القدوم من قبل شعار الهواجر قادمين على المركز الثالث مع تقدم سيوف سعيد بن محتال زايد الأجري. لكن الصدارة المقدمة مع الظبي. الله
يا الظبي الظبي، السيارة الثالثة في طريقها لصالح الظبي مع المركز الأول. الحملة الظبي العيدة لذلك العذبة مع الظبي، اللحظات الأخيرة بن شعفول القادم، هل العيرية واصلين؟ لكن الناموس ما زال حاير ما بين الأسماء، ما بين الأسماء. الظبي السيارة الثالثة، سلام وتحية واحترام لمالك الذئب الظبي محمد بن حمد بن راشد آل عذبة. ولا أنت مشكور يا الزعبي، مشكور يا أبو بطي، مشكور من قدم لنا الظبي منذ الانطلاقة حتى خط النهاية وأضافت السيارة الثالثة. الثاني والتبريكات. المركز الثاني وصلت الهملة محمد بن عبد الله بن سعيد العيدة. المركز الثالث وصلت رقد علي بن محمد الشعفول المري. المركز الرابع كان الوصول من قبل مياسة صالح بن زيد بن ناصر العجمي. خامس المراكز وصلت حمله الكريم سيوف سعيد بن محسن بن فلاح الزايد الهاجري وبمتابعة بوهلال. إذا تابعنا هذه المنافسة، شاهدنا هذه الانطلاقة، الناموس لمالك الظبي 7 دقائق 33.6 أجزاء من الثانية. الثاني تبرك على محمد بن حمد بن راشد العذبة المري، والثاني لك ببطي من قدم لنا الظبي وحصلت على السيارة الثالثة وأضافت هذه السيارة لرصيدها الحافل بالإنجازات. المركز الثاني وصلت الهملة توقيتها الزمني 7 دقائق 34.5 أجزاء من الثانية. الثاني تبرك على محمد بن عبد الله بن سعيد العيدة على حصول الهملة على المركز الثاني. المركز الثالث كان الوصول من رقد اللي فاجأتنا في اللحظات الأخيرة. التوقيت الزمني 7 دقائق 35 بالوفاء والتمام بدون أي جزء من الثانية. التهاني تبريكات لمالك رغد علي بن محمد آل شعفول المري، والتاني لعلي بن مسعود من تابع رغد حتى خط النهاية. شوط جديد.